لما فكرت اخد الارض دي قال عليا مجنون. مين هيجيلك؟ انت عندك تلات مولات في اماكن حيه بتشغي بشر، واديكوا شايفين المكان بقى عامل ازاي، والمول جرى رجلي ناس كتير، وهي ناس اهي بتحاول تعمل زيه كمان، غير اني بتفائل بالمول ده لانه رقم اربعه، وانتوا عارفين انا بحب رقم اربعه قد ايه. ما شاء الله يا باشمهندس. لا الله ينور عليك يا حاج. قول لي بقى الالوان هتبقى عامله ازاي؟ الالوان احنا كنا مجهزين المعينات دي. ايوه دي الوان الواجهه من بره زي ما انت شفتها. وده لون الكوريدور، ودي ادي بقى الوان المحلات من جوه. دي الوان المحلات من جوه؟ ايوه. مش محتاجه تتغمق شويه ولا يا زكي؟ تتغمق طبعا يا حاج. مش كده؟ يبقى نفتحها. فتحها يا باشمهندس على الاخر، عايزها فريحي عشان الزبون لما يخش يفرح. يفرح يا زكي، الزبون لما يخش يشتري. يشتري يا حاج. ويفرح برضه، ما تقفش قوي. تمام تمام يا حاج. اتفقنا يا باشمهندس؟ اتفقنا يا حاج. بس والنبي انا عندي بضاعه بملايين مرميه في المخازن عشان خاطري. لا ولا يهمك يا حاج، ان شاء الله بنهايه المهله كل حاجه هتبقى تمام. على البركه. حاج فواز، حاج فواز، حاج فواز. اطلع يا شادي. مستنيه بقالي مده بس هو اللي اتاخر. اتفضل يا سليم بيه، اتفضل. نفسي اقول لك تشرب ايه، انما رمضان كريم بقى. الله اكرم. انا ما بيجي على مكان شغلك الا لانه عندي شغل معك. انا تحت امرك. انت ليه دافن نفسك؟ شغلتك في الى سوق عطشان، واسمك حلو، وشغلك كله مطلوب. ايدي على كتفك. يعني انت بتعرف انه في عرب كتير في دول اوروبا وجنوب شرق اسيا، وستاتهم ما بيلبسوا غير العباية والحجاب، وبدل ما تستورد خامات من تركيا بتصير بتصدي. شو رأيك؟ ده كلام موزون، بس عايز قاعد على رواقة كده عشان يتوزن صح. يعجبني دماغك. انا تحت امرك في اي وقت، امرني وانا بجيلك. لا لا انا اللي تحت امرك، هجيلك اشرب الشاي ونقرا الفتحة. فتحة؟ ما احنا قريناها. لا لا، فتحة العروسة. عروسة؟ قصدك بنتي مايا. شو رأيك؟ انا من رأيك. تسلم ايديكي. هلا فيدي اعرف انت ليه مستعجل هالقد؟ مش انا اللي مستعجل، ابوكي اللي مستعجل. عايزنا اسافر معاه في صفقة عشان تتم. فقلت نخليها شهر عسل، انا فين وفين لما بعرف اخلع من الشغل. ايه بس انا كتير بخاف من الاستعجال، مش بيقولوا العجلة من الشيطان؟ مش احسن اما نسيب له فرصة يلعب مع النفس الأمارة بالسوق؟ عن مين عم تحكي انت؟ الشيطان، ربنا يبعدنا عنه. شوفي مايا، انت عششتي هنا ومش هتخرجي ولا بالطبل لبلدي، يبقى نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نحصن نفسنا باللي حلله لنا ربنا. يلا الفاتحه بقى كده واحنا في رمضان عشان تحصل البركه، وهتحصل كده كده ان شاء الله، لانه كله بما يرضي الله. ايه بس انا لازم اخد وقت حتى اكون جاهزه وحضر حالي فواز. انت كده بقى مش عايزانا نستفيد من خبره السيد الوالد. انت اللي شكلك بدك تضحك علي وتتجوزني على السكت، انت هربان من شيء؟ لا اله الا الله. هو الواحد لما يلاقي اللي بيدور عليه طول عمره ويبقى عايز يمسك فيه بايده واسنانه ويبقى هربان من شيء؟ لك يا فواز انا بعدني ما بعرفك. وهو في اقرب من الست لجوزها علشان تعرفه. الراجل قبل الجواز بيبين احلى ما عنده، انا بقى الحلو عندي بعد الجواز. قلت ايه؟ لك ايه بس؟ بس ايه؟ قدمي المشيئه وكله هيمشي بما يرضي الله. طب خلاص يلا تشوفه. يبقى على بركة الله، يبقى الخميس اللي بعد العيد زي ما اتفقت مع الوالد. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ما أنت عارفة، طب ما يحصل إن شاء الله. الحمد لله. أنت إيه يا أخي؟ أنت إيه؟ إيه؟ إيه هيكك أول؟ ليه يا عم؟ أنا عملت إيه؟ تقدر تقولي الجوازة اللي هتتجوزها دي هتبقى نمرة كام؟ يا عبد ما تقطعش، وانا قلت لك خلصت، ده لسه بالي ايه؟ لسه كلام يعني، ما حصلش. لما يحصل ان شاء الله هتبقى الجوازه نمرة كام؟
الرابع حسب شرع ربنا كله بما يرضي الله. عاوزني اقوم افرج عليك القهوه. رابعه ايه؟ هما الخمسه اللي قبل كده يا فواز مش كانوا برضه الرابعه 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 الرابعه؟ قول بسم الله ما شاء الله. لا اطمن مش هتحسي. هو انت بيحوق فيك حاجه؟ الله 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 الله. لا يا حاج، هو مش الواحد مننا الراجل في بيته بيسيب اوضه كده لمزاجه في البيت يقولوا عليها اوضه المسافرين، والناس اللي فوق شويه يقول لك دي اوضه الضيوف، والناس اللي هم النخبه يقول لك اوضه مكتب. الغرض ايه؟ اوضه في البيت متسابه لمزاج راجل البيت، يشوف ده يقابل دي يقعد مع نفسه. انا الاوضه الرابعه اللي عندي دي مخليها لمزاجي، ارتاح فيها شويه بالحلال وبما يرضي الله. يا ابني افهم، حريمك كلهم ما فيهمش واحده فيهم فيها عيب. بلاش بقى تتشعلق بشرع ربنا وتعلق عليه فراغة عينك. إذا كان ربنا نفسه سبحانه وتعالى ادينا الرخصة دي عشان عارف طبعنا يا حاج منعم، مفيش راجل على وجه الأرض على وجه الأرض مهما كان مخلص ما راحتش نفسه كده الواحدة بالنظر بالتمني أو بالحرام. بقى استغفر الله العظيم يا رب، إحنا بشر. لا يا فواز، لا يا ابني، انت كده بتظلم، والخير اللي بتعمله كل ده نقطة في بحر الظلم. ما تنساش نفسك يا فواز يا ابني. والله يا حجة وأحس بنفسي، أنا بلاقي نفسي كده روحي رايحة وحالي متشقلب ومش عارف ايه اللي بيجرالي، ولاقي الكلام بيتكرر على لساني وفجأة قصاد المأذون. وبعدين يا حاج انت لو شفتها، يا لو شفتها مش هتمسك نفسك. يا سلام، الدرجة دي حلوة يعني؟ حلوة يعني حلوة، بس بسبوسة مقرمشة وغرقانة في زبدة، تاخد حتة من الطرف. يا ريت يا حاج. فيه مش قلت احنا بشر؟ السلام عليكم رجاله. اتفضل يا حاج، بص بنفسك واطمن. انت عارف فواز قلقان قد ايه على البضاعه دي؟ اه طبعا يا حاج، ايه البضاعه متخزنه ايه وفي انتظار الفرج. الله ما انا فاهم، كان لازمته ايه المول ده؟ سايب بضاعه بملايين مرطرطه كده ومهندس الديكور قال ايه لسه بيفهمني فيها. ربنا يستر. هاني يا حاج، انا عاوز حراسه جديده على المخازن يا مرسي. انت عارف السوق بلاويه والعين علينا ومفيش اكتر من اللي بيكرهوا الخير للناس. حصل يا حاج، والدنيا متامنه على الاخر. ماشي، خليك على اتصال بيا، ما تشغلش فواز باي مشكله، سيبه في شغله. تحت امرك يا حاج. انا مش عاوز حد من اللي هنا يبقى ناقصه حاجه، انا عاوز عينيهم تبقى مفنجله. انا معاهم يا حاج ما تخافش. ربنا معاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. بس زود الحراسة شوية يا مرسي. من عناية يا حاج. الله، حلو قوي الجهاز ده يا بيبي. انت عارف ده بقى يخليني افضل محافظة على رشاقتي طول العمر. ورخيص على فكرة يا فواز، مش غالي. طب ما تغيري لنا البتاع ده بقى عشان تصدعني. استنى ونبي يا حبيبي شوية. بيبي بقول لك ايه؟ ما تشتري اللاصقة السحرية. لاصقة ايه يا اختي؟ سحرية يا حبيبي. سحرية؟ وانتي ناقصة سحر يا حبيبتي، ما انتي سحريني اهو. شفتي الاعلانات بتاعتني؟ شفتها، بس بصراحة ما عجبتنيش. البلد بلدي قوي. وماله البلد؟ وحش البلد؟ مش وحش. انتي بنت ملك بحلاوة كده النهاردة. يعني انا طول عمري حلو، بس انت اللي مش واخد بالك من الزحمة اللي حواليك. سيبك من الزحمة، تعالي قربي. وحشتك؟ أوي. قد ايه؟ لا اخلصي كده الفجر اهي. حاضر يا راجل. تعالي بس ده. ده مين الرخم اللي بيتكلم دلوقتي؟ عليا النعمة دي واحدة من القرشانات اللي بره، عايزين يبوظوا ليلتي. الو. هما؟ الو ايوه. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ في ايه؟ ليلة سودة.
في ليله سودة. انا جاي دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ليلتك يا سميحه. مالها؟ مصيبه. لو النبي حق يا فواز.